سؤال، عايزين نعرف ما هي اخر تطورات موضوع ماكسيم شيلي. اخر تطوراته من ناحيته هو لسه ما تمتش، لكن من ناحيتنا احنا، نحن لا نعترف بكهنوته ولا نعترف باسمه الجديد، وما زال امامنا اسمه ماكسيم شيل ما تغيرش، ولا نعترف بالرسامات التي قام بها سواء اسس او اسقفه، ونحذر ابناء الكنيسه من انهم يقبلوا اي عمل كهنوتي منهم. يعني اي عمل كهنوتي منهم هو عمل باطل، لا معموديه ولا ميرون ولا زواج ولا كهنوت ولا حاجه. وياما ظهرت حاجات واختفت بعد شوية، ياما، فما تتضايقوش يعني. وده مش انشقاق عن الكنيسة، لمجموعة تتعدى على الصوابع ما تأثرش على الكنيسة في شيء.